أولا تحية رياضية للساكنة ديال مدينة الحسيمة، وبالمناسبة فكنعمل كنعلن على التضامن الكلي والتام للناس ديال الحسيمة إطار هاد السلسلة ديال الزلازل المتتالية. كنعرف الناس ديال الريف ناس اللي كيعرفوا ربهم واللي صابورين وكيعرفوا أنه كاين قدر، فنتمنى انهم كلهم يتوجهوا بالدعاء الله سبحانه وتعالى باش يحد الباس ويحفظهم. وكما اكيد انها تكون المسانده ديال كل المغاربه لا داخل المملكه ولا خارجها الناس ديال الحسيمه، فنتمنى ان الله يحفظهم صغار وكبار وشيوخ نساء ورجال، لان مدينه الحسيمه غاليه على كل المغاربه، ونتمنى على ان الله سبحانه وتعالى يحفظهم جامعة لهما إن شاء الله ولكل ساكنة وكل إقليم ديال مدينة الريف. ونتمنى على أنه بالمناسبة أيضا تكون النتائج طيبة الرياضية كهدية لهاد الناس اللي عانوا في موسم ديال 2004 واللي كانت نتائج كارثية، ولكن لقاو الدعم من كل السلطات والمملكة المغربية ومن الناس لا داخل ولا خارج المملكة. الرحيم باسمي وباسم جميع اللاعبين تنتضامنوا مع الناس ديال الحسيمه في هذه الفاجعه هذه، وتنتمناو من الله سبحانه وتعالى الصبر والسلوى لجميع العائلات، ونتمناو من الله ما يكونش اضرار. وحنا رغم اننا هنايا في هذا السطاج هذا فاحنا قلوبنا معاكم، وتنتمناو من الله بانكم تكونوا ان شاء الله بخير وعلى خير، وتخرجوا كاملين من هذه المحنه هذه. وتنتمنى من الناس الاقليم ديال الحسيمه باش تتضامنوا بعضياتهم، ومن الناس السلطات كذلك انها تقوم بالواجب ديالها وباش تدوز هذه المحنه هذه بخير وعلى خير ان شاء الله. وتنتمنى الصبر للجميع، وهذا قضاء الله وقدر ما روب منه، نتمنى من الله الخير ان شاء الله. الرحمن الرحيم. Ben voilà, un petit mot justement de soutien pour la région de Hosima. Donc on a appris ce qui s'est passé, donc c'est avec beaucoup de tristesse, et puis voilà, beaucoup de soutien pour cette ville, cette région. On sait que c'est pas facile. Moi, j'ai remarqué ici que tout le monde était vraiment sensible, et puis même perturbé, et puis même un petit peu ennuyé de ne pas pouvoir retourner. Donc j'espère, Inch'Allah, bah, que tout rentrera dans l'ordre. C'est des épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on espère, Inch'Allah, que ça se calme. Et ça, c'est, comme on l'a dit, c'est une épreuve. Il faut beaucoup de patience. Et on souhaite que ça ne s'aggrave pas. Et puis on soutient justement toute cette région avec beaucoup d'amour, puisque moi aussi, je suis originaire du Rif. Donc on pense à tout ça. Et j'espère, Inch'Allah, que tout se passera bien, et puis beaucoup, beaucoup de patience. Donc c'est une épreuve d'Allah Azza wa Jal, c'est tout. Salam alaikum. باسمي وباسم اللاعبين كنتمنى من الله ان هذه الفاجعه هذه تدوز بخير وعلى خير، ما يبقاش حيت الجروب دابا برزت بهذا الشيء، سمعنا الاخبار وكنسمعوا باقي كل واحد متابع داك الشيء عن اول باول. فكنتمنى من الله ان هذا الشيء نمشي، وان شاء الله الحسيمه نلقاو كل شيء بخير ونتحدوا وندعيوا ان شاء الله ونحاولوا نخرجوا من هذا الشيء ديال الله. الزلزال ماشي ديال العبد، ديال الله سبحانه وتعالى. فكنتمنى من الله اننا احنا هنا راه ما ناسينش في الناس الحسيمه، كنا معاهم، وكنتمنى من الله اننا نخرجوا من هذه الفاجعه هذه ونمشيو ان شاء الله الحسيمه ونحققوا ان شاء الله نعنى زمان نتحدوا كاملين ونكونوا ان شاء الله خوت في هذا الشيء، حيت هذا الشيء ديال ما عندنا كما قال انوار قدر قضاء وقدر. فهذا الشيء كنا ندعيوا ان شاء الله باش كل حسيمه بخير وعلى خير. بسم الله الرحمن الرحيم. نشني زكامي يكتزين زك الحسيمه وخاقنا ذاك المعسكر كازا الشيقان ورنا زرخاضا ديما قتا كيكون مزيني، ونتمنى ان شاء الله كل شيء يعدى بخير. وامنوا سنا قتا اك الوالدين اك فاميليتنا اك الاصدقاء اك محبي شافري في الحسيمه كيريفين مره. وتمني ان شاء الله ادنا وحنا نحد اكهم نشك المحنايا اكهم نبد فوس كفوس. وتمني زي السلطات ادرن ثاني في منايا وتتنشي باللي منايا يوقع اي مكان كي المغرب. وان شاء الله دعاء رب العالمين وباسمي اللاعبين كلشي شباب في الحسيمه انت عندك يكون صل خير، وان شاء الله هذه على منايا بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا منه يا مولانا تفرقا سالما من الشر معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. دعاء لساكنة مدينة الحسيمة. اللهم يا ربي احفظ مدينة الحسيمة وسكانها وجميع إقليم مدينة الحسيمة. آمين. اللهم احفظهم بحفظك. آمين. اللهم احفظهم بحفظك. آمين. اللهم يا ربي نور جميع
منازل مدينة الحسيمة وأقاليم مدينة الحسيمة. آمين. اللهم احفظهم في محنتهم هذه. آمين. اللهم يا رب احفظ كذلك سكان مدينة الناظور والنواحي، لأنهم كذلك فوجعوا كما فوجعنا نحن كذلك في هذه المحنة. ونطلب من الله العلي القدير أن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على العناية الكريمة وعلى التفاتته الكريمة التي ما فتئ أن أرسل بعثة وزارية إلى إقليم الحسيمة لتكون شاهدة على ما وقع. فاللهم احفظه بحفظك، اللهم انصره ولا تنصر عليه، اللهم احفظه في ولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن وسنوه مولاي رشيد وكافة الأسرة الملكية الشريفة. وكذلك بهذه المناسبة أطلب من الله العلي القدير أن يطول في عمر أخونا ورئيسنا الشرفي، وبهذه المناسبة أهنئه على ترأسه للحزب الأصالة والمعاصرة لكونه الآن أصبح أمينا عاما لهذا الحزب. وأطلب من الله القدير أن يحفظه، لأنه لا ما فتئ أن جاءه خبر عن فجعة الحسيمة إلا وانتقل على الفور إلى مدينة الحسيمة لترقب من قريب ما وقع في مدينته. وأطلب من الله القدير أن يحفظ الجميع، وأن نكون نحن أيضا هنا في مدينة الدار البيضاء يعني صابرين، لأن نحن كذلك تركنا هناك أولادنا وتركنا زوجاتنا وتركنا عائلتنا، ولهذا نطلب من الله القدير أن يكون معنا وأن يصبر جميع من هو في هذه المحنة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.